أربع آب كانت مأساة وبعدها مأساة، ما نسينا شو صار فينا من وقتها لهلا، وبعدنا عم نعاني من نفس القصص اللي عم بتصير. العالم انجرحت داخليا وخارجيا. أنا وأختي جروحنا من بعد الانفجار، إنه بطلت حس بشيء. When I don't close my eyes I see the explosion but when I close my eyes I don't see anything. أوقات عم نام مع بي أو ستي، بحس بالأمان لما يكونوا معي. إذا صار انفجار تاني ما بعرف شو بدي أعمل.